اللي ما صافي دايره لنا الصداع، النعاس ما تنشوفوش، وهي ريحه الماكله كلها تطلع لنا للدار. الله يجزيه بخير. شي عقاري اللي شينا من عندو النهار اللي خدينا حنايا السكن ديالنا، وهاد السيد هذا مسيطر على السندك. الطريقه ديالو المعامله معنا غير قانونيه وغير شرعيه، كنا صابرين مده كامله، حنا صابرين، واخيرا اضطرينا باش نطالبو بالحقوق قانونيه، لان البايع يعقل لان هاد السيد هذا الأموال اللي حنايا كنخلصو ديال الصندوق بأموال كبيرة ما كنعرفوهاش فين كتمشي فين كتصرف، وعلاش هاد السيد هذا عانيت لهاد الدرجة هادي ما باغيش يسلم هاد الصندوق وياخد منا مبلغ. النهار اللي تأسست الصندوق كيعطي كمية أخيرا كيعطي كمية حيت كل هادشي وراثة ماشي لكن لا قانون بالعكس، عندهم الانتخابات ما تقرير مالي ما تقرير أدبي ما كيقدم حتى حاجة، وحنا صابرين هاد الصداع ما حاج ما كيخرجش من هاد الصداع، هاد الصداع كيدوز الظروف ديالو ويستعمل بطريقة خاصة باش يدير فائدة السكان، التمرين هذا باش يكون مواقف قانونية شرعية بالضبط. هذا هو السبب باش حنا الشرعية طالب مني الحكم ديالنا خصو تقبل الصفة القانونية والقائد بشرعينا مركز الإيداع باش نمشيو نفتحو الحساب في البنكة باش نمشيو رسميا باش نقولو نمشيو حتى للمحافظة باش نبدلو في الملك ديالنا. قلنا بأن صافي حتى حنا صدقنا نتبعو حتى حاجة، نزيدو نحطو أغراضهم وخداع ديالهم، أغلبية منا أغلبية من الناس اللي خرج الشكل شاري هنايا، سيدنا شنو كيقول للناس هذا؟ كيقول خدمو ولادكم، استثمرو، جيبو فلوسكم، عاونو ولادكم، جاو هاد الناس هادو بداو هاد الطلب، جاو لهنا، خداو تاعهم، شراو الأملاك ديالهم هنايا، وباغيو يجبرو لأن ما عندهم والو. وعندهم ولادهم ما عندهمش اللي يحميهم، ما عندهمش اللي يتقومهم. من عشت عقاري بعض اللي كتكلم معاك يقول لك هادشي نتاعي، كيفاش نتاعي؟ إلا نتاعك كنت تكري كري كلشي نتاعك أنت بعتي، راح كل واحد لقيت فرصة ديالو فين ماشي أنت. من اللي بدا حنا كنطلبو الحسابات، السيد ما كيقدمش الحسابات نهائيا، حنا كنا كنخلصو 6000 درهم من العام، دابا هبطنا لهم 1800 ديال شقة، فلوس كبيرة، واحد النهار واحد الجماعة جاب شي وثائق ديال الحسابات، هاهما الحسابات اللي طلعنا من الحسابات اللي ما فيهم لا ورقة السابق ما فيهم لا طابع ما فيهم لا والو نهائيا، باش كنا في الفروقات. الحاجة اللي ما فهمناش اللي تا هو رفع علينا دعوة مستعجلة اللي حكم له فيها القاضي كنائب اتحاد الملاك، الملاك شكون هما؟ هما حنايا، هاد الناس هادو اللي كتشوف هنايا كاملين معانا، كيفاش غادي حنا غنعملو الجمع وغادي ندعيو راسنا باش نوقفو الجمع. هاد السيد كيبغي بأي طرق توقف لنا الجمع ديالنا، حيت حنا دابا راه عيقنا به، ما بغيناش السنديك يبعد منا سيدي. واش بزز تكون تا سنديك؟ هادي عمرها ما كانت، السنديك كيخطرو السكان، وحنايا السكان الحمد لله منا ليستا بعون قضائي بحال اللي قال السي بوديع، 40 الناس يمكن اللي جاو كاملين بحضور ديال العون قضائي، كاملين كيطالبوا بالجمع عام جديد بسنديك جديد، وهو رفع دعوة نائب الملاك، وكاتب كنا ديك القايد ولا مصريفه قلنا له شكون هما هاد الناس هادو اللي دعاو مع هاد السنديك، شكون؟ ورينا الاسماء ديالهم، جبرنا غير السميات ديالو، بوشال بوشاليمو بوشاليمو بوشال بوشاليمو بوشاليمو، ما كاين حتى شي اسم ديال من غير بوشال بوشاليمو. هو كينوب على البارطمات ديالو اللي باقي خاويين، اما بالنسبه للسكان اللي هما شاريين هنايا كيقول لك اسيدي حنا السير من 2015 كنا كنخلصوا بالسندي، كنا خلصوا 2015 نعطيكم الحساب 2016، خلصوا 2016 نعطيكم الحساب، خلصوا 2017 نعطيكم الحساب 18 19 20. دابا حنايا وقفنا ما عطاناش الحساب. كيقول لك واش انا نعطي اي واحد الحساب؟ هو اي واحد في المعمل الجامع فوقاش ما بغا يبدل شي نائب ولا يبدل هذه خصو يعلمنا السكان ديال السيد اللي صيفطنا كاملين استدعاء ويعمل الجمع استثنائي يقول لنا راه شنو كاين شنو كاين شنو كاين ولا شي تغييرات على حساب خصنا كل ما ندخلوا العماره اي عماره انا كندخل العماره كنجبر فيها امانديس قدا الشهر الحارس قدا هادي قدا هادي قدا تدخل دابا انت ما غتجبر حتى شي ورقه اللي كتبين لنا الفلوس ديالنا فين كيمشيو. حنا كنا كنطلبوا بحاجه وحده عطينا سيدي الفلوس ديالنا فين كيمشيو شحال ما جا الحساب نخلصو واخا جا اكثر من اللي كنعطيو دابا نعطيوها له ولكن يعطينا فين كيمشي اثباتات فاكتورات ما كيعطيناش والله غالب مثلا على دليل السنديك تاسس 2018 هو 2015 هو كيتخلص خصنا نعرفوا الفلوس السنديك اللي مشات هي اموال طائله ماشي يعني كنهضروا على مليون ولا جوج كنهضروا على ملايين. ملي كطالبوه انه يمشي بحالو ويجيبوا شي واحد اخر شنو كيقول لك؟ ما كيبغيش يمشي بحالو كيقول لك العماره ديالي العماره ديالي العماره ديالي حتى نبيع كلشي عاد نسلم لكم السواد. سلم لك شي كاين ناس اللي مقوارين كاين ناس اللي عيانين كاين ناس اللي حامله هو ما كيراعيش نهائيا الانسانيه ما كايناش هو نضل معاهم من جديد اللي نضل معاهم من جديد بعد منا ردنا السوارد بعد منا ما ردناش ما ردهمش السوارد ديالهم فهمتي. كانت تما ثلاثه كلمات قال لي تخلص من معانا الصيف راه خدام غير الصيف غيقول الصيف نبدلوهم لك كمل ذاك عام كنستنى كتحل الاخر تهضر واحد السمسار قال لي غادي تخلصوا بجوج بيكم نبدلوا الكلمات مليح حنايا شحال قال لي 6000 درهم واش الكلمات تبدلوا ب 6000 درهم قلت له ما كاينش 3000 درهم واحد قلت له غير يحيدوا عليه الصداع خلصت 6000 درهم بدلوا لك الكلمات جوج اخرى دابا جابوا ثلاثه اخرين فوق منهم عريانين داروا لنا القهوه وما علموناش. ملي مشيت عند ليلى ديك السيكوريتي ديالو قلت لها شوفي علاش ما علمتوناش غديروها؟ قالت لي لا حنا راه ما دايرينش الماكله راه كاينه فيها غير ساندويتش وهي ريحه الماكله كلها تطلع لنا للدار دابا انا ما نقدرش نسكن فيها انا ساكنه دابا غير مع ولدي ديك الريحه كلها تجيني للدار وديك الكليمه صافي دايره لنا الصداع النعاس ما تنشوفوش انا دابا ما عايشاش هنا انا عايشه مع ولدو انا جايه من اوروبا شاريها بثمن ما ساكنينش فيها دابا الريحه كلها عندي في الدار الشراجم وصادو تنسد الشراجم وخا تهضروا مع هاد السانديك واخا تهضروا مع هاد السانديك ما تيسمعناش ما بغاش يخرج حنا قلنا له خرج يديروا سانديك اخر باش نتفاهموا معاه هو ما بغاش يخرج والضو في الكوليدور قطعوا علينا السانسور السانسور قطعوا علينا ما عندناش والكراج والكراج بحال الاعتبار هذا الملف هذا الله يجازيه بخير حنا حطينا له ملف الشكايه اللي حطينا له نهار 25 من شهر 8 حنا كنتظروا مع المناسبه ديال الانتخابات وداك الشيء راه ما عندوش الوقت نستاضروه ولكن خصو يطلع على هذا الملف هذا الله يجازيه بخير ويحاول يعطينا اقرب وقت الجواب الله يجازيه بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.